هسه وانت بتسمع الخبر ده، الدكتور العماد ده دكتور مهم يعني، لكن الراجل ده خلى الرقم بتاع الشهداء الاطباء، نحسبهم شهداء ان شاء الله، 38 طبيب. يعني سقط من الجيش الابيض 38 طبيب بالشهيد الدكتور محمد عنتر. اهو عدوا نقابه الاطباء، عدد شهداء الجيش الابيض وصل ل 38. ليه بقى؟ تعالى بقى ده فساد البلد، تعالى بقى هات الراجل الدكتور محمد عنتر رحمه الله عليه، الله يرحمه يا سيدي ويسامحه ان شاء الله، نحسبه شهيد. هو استاذ الفارماكولوجي تقريبا في كليه طب الازهر، ده رقم 38. خلينا نشوف البوست ده عن معاناه الحصول على سرير لقريب طبيب. اهو ادي هشام كاتب بيقول: بالامس تابعت مع مجموعه من الزملاء من كبار الاطباء على جروب الدفعه من خريجي قصر العيني محاولاتنا المتعدده لمساعده زميله طبيبه لتوفير سرير لاحد اقاربها في مستشفى من مستشفيات العزل. وانا هنا اتحدث عن جروب يضم مجموعه من كبار الاطباء المصريين الذين يعملون في المجال منذ اكثر من 30 سنه ويشغلون مناصب مهمه في المستشفيات واساتذه في الجامعه ومراكز ابحاث طبيه ولهم علاقات على اعلى المستوى. وعلى الرغم من هذا فقد تطلب الامر الاتصالات ومحاولات مستمره لساعات طويله من كثير من الزملاء حتى وفرنا المكان المطلوب والحمد لله. ماذا تقول لنا هذه القصه الحقيقيه؟ واحد، مستشفيات العزل امتلأت بالفعل وانتهى الامر، واي كلام اخر تسمعه من عمرو اديب هو كلام الاستهلاك المحلي. هو اللي جاب سيره عمرو اديب مش انا، عمرو اديب الحرامي. ما لم تتدخل المستشفيات الجامعيه ومستشفيات القوات المسلحه الخدمه فورا فنحن امام كارثه محققه. ثلاثه، اين المستشفيات الميدانيه التي اقامتها كل جيوش دول العالم لعزل الحالات المتوسطه؟ متى ينصب الجيش المصري هذه المستشفيات في استادات الكره ومراكز الشباب؟ اربعه، متى نرى اكبر جامع واكبر كنيسه في العاصمه الاداريه وغيرها قد تحولت الى مستشفيات عزل خاصه؟ وهي الآن مغلقة دون أي استفادة. خمسة، العزل المنزلي خطير جدا في الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تسكن في أماكن ضيقة، فهو السبب المباشر في انتشار الوباء بين المخالطين، ولا بد أن يستبدل فورا بالعزل في أماكن أخرى زي المدن الجامعية. لا يا هشام، ده العزل المنزلي طلع إنه هو خطر جدا جدا بدون إشراف طبي. ده مش أنا اللي قلت كده، ده عضوة في نقابة الأطباء قالت كده، قالت العزل المنزلي دون إشراف طبي كان سببا رئيسيا في ارتفاع معدل الوفيات. على التلفزيون، على برنامج من برامج التلفزيون المصري اللي بتتحشي أي كلام، طلعت دكتورة قالت الكلام ده، الإشراف العزل الطبي، العزل في البيوت في المنازل دون إشراف طبي كان سبب رئيسي في ارتفاع وفيات الكورونا. وهنا، هنا كنت بحكي أنا لحد من زمايلنا، هنا لنا اثنين أو ثلاثة أصدقائي جالهم كورونا، خرجوا من المستشفى، حتى لما خرجوا المستشفى بتتابع معهم ووزارة الصحة التركية بتتابع معهم يومين. ففعلا العزل في البيت دون إشراف طبي، يعني خد كيس الدواء وروح، دي بيقول لك روح موت، او يعني انت ونصيبك. فالعزل في البيت دون اشراف طبي يا حضرات خطر جدا. المهم يعني او تقول كان سبب في ارتفاع المعدلات، هيجيبها بعد شويه هو زميلي الاخ مصطفى. سته، الادويه الاساسيه تقريبا غير موجوده في اي صيدليات، والسوق السوداء على اشدها، حتى ان علبه التيمفلو دي وصلت الى الهوي 2000 جنيه. ده 2000 ده كان قسط العربيه بتاعي. والله كان قسط العربية 2000 جنيه بقى علبة دواء. أظن أن الرقابة الإدارية والأمن الوطني لابد أن يكون لهما دور هام في محاربة هذا الاستغلال البشع. يا عم أنت بتكلم مين؟ ده هو السيسي نفسه بيتاجر في المرض. أخيرا، إذا كان الأمر قد طلب من مجموعة من كبار الأطباء ساعات طويلة لتوفير سرير واحد لقريب، فلك أن تتخيل حالة المريض الذي يتصل ب 105 ويحاول استخدام تطبيق صحة مصر. خدوا بالكم على نفسكم وربنا يستر على البلد. لا يا دكتور هشام ولا اخ هشام، انت لقيته اصلا جروب 30 دكتور من اعلى المستويات في مصر، انت اللي بتقول، ودخته السبع دخات عشان تلاقوا مكان لقريبه الدكتوره دي، تمام جدا.
فهي البلد ماشيه كده بقى. رجاء الجداوي ربنا يديها الصحه ويشفيها يا رب ويشفي كل مريض. رجاء الجداوي تعيا في 10 دقائق تكون في غرفه العاج. قريب الدكتوره 30 دكتور من اعلى مستويات التخصصات في مصر تدوخ عشان تلاقي لها سرير. خلاص؟ اللي تحت بقى بيترمي في الشارع زي ايه دي البلد؟ مهم يعني ادي طبيب بيشكو او بيشتكي لجيرانه بعد اصابته بكورونا في بوست بيقول انا اتصبت في المستشفى عشان بنعالج الناس وعزلت نفسي في شقه لوحدي ما بخرجش منها نهائي. ابويا يجي كل يوم يحط لي الاكل قدام باب الشقه ويمشي. الجيران حسوا وكانوا عايزين يحطوا قفل على باب الشقه. عايزين ندفن جوه لولا ان ليا عيله وظهر ما كانوش اتلموا. منهم ناس جمايل اهلي مغرقاهم ورغم كده اتلموا بالعين الحمراء مش بالادب والاصول. ما قدروش ان دكتور اتصبت في مستشفى عشان عليهم. مفيش تقدير، في نداله وقله اصل. طبعا لو حد منهم او لو حد اتصاب منهم الفتره الجايه هيتهموني فيه رغم اني ما خرجتش من باب الشقه. منهم لله لا حول ولا قوه الا بالله. زياده ملحوظه في معدل الوفيات في مصر، ده الخبر اللي جاي. وبقول لكم ارجعت ادا ده المغربلين، ده يا حلاوه المغربلين والله وحشتني مصر. ده المغربلين ده تحت الربع ده، شوف المغربلين. استنى واقف يا علي، ما انت اسكندراني ما تعرفش الحته دي، الخياميه دي، ده سوق رضوان المغطى، ده حاجه جامده جدا. ده يطلعك بقى من باب المتولي تاخده كده لحد ما تخش شارع محمد علي او الله عند البيباني بتاع الكباب. حاجه جميله قوي، ده انا ليا صولات وجولات في السوق ده. ما علينا يا علي، خلاص يا علي، ارتفاع معدلات الوفيات بكورونا. بس هي الست قالت في برنامج تلفزيوني، قالت انه السبب هو العزل الطبي في البيت دون اشراف طبي. العزل قصدي في البيت دون اشراف طبي. شيل الصوره دي علي عشان والله الواحد، انت عارف انت هات الصوره ثانيه علي. انت عارف يا علي، اذكر وانا عارفك انك واد مرجع في المسلسلات، اذكر هات الصوره، اذكر اهم تتر اتعمل في الحته دي، سور الخيميه ده. اذكر لا لا، الشهد والدموع، شاهد والدموع، التتر بتاع حنطور ماشي في الخيامية وعمال يقول بقى تحت نفس الشمس. طيب على كل حال نشوف بقى الأولوية لأبو شمخة. أبو شمخة العفش اللي هو القضاء يعني. أبو شمخة اللي هو بدراع السيسي، ما السيسي بيبطش بمين؟ بالجيش والشرطة والقضاء. عبد العزيز مجاهد بيقول، الأستاذ عبد العزيز مجاهد الزميل الإعلامي بيقول وزارة العدل المصرية تعلن تحملها تكاليف عزل وعلاج جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية مستشفيات خاصة، ليكون القضاء مشمولين بهذه الخدمة التي يتلقاها أيضا ضباط الجيش والشرطة. المستشفيات الخاصة للقضاء امبارح قلناها، مستشفى السلام الدولي، مستشفى المروة بالجيزة، قصر الشفا، مستشفى كذا. إذا القضاء دلوقتي دخلوا في المعية بتاعت السيسي، هم بصح عندهم حق يعني. مصر تحتل المركز الأخير في مؤشر سيادة القانون. يخرب بيت سحنتك، يخرب بيت سحنتك. مصر ادي القضاء اللي هو بيدلعهم، مصر بتحتل المؤشر الاخير في مؤشر سياده القانون في دول الشرق الاوسط. اما على مستوى العالم فمصر رقم 125 عالميا. ومع ذلك بيكرم القضاء. يلا يا عم خلينا نشوف على السريع، الله يكرمك. يلا.